إلى الختان، والحقيقة إنه يعني قضية النهاردة في قضية مهمة جدا، وقضية لازم نتوقف، وحكم محكمة يجب أن نتوقف أمامه، حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم الذي عاقب أب غيابيا 3 سنوات مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات للممرض لقيامهما بختان بنت المتهم الأول. احنا بنشوف يعني طبعا ده ليس تطبيقا للعقوبة الجديدة، لأن العقوبة الجديدة لم يكن، كان الحكم ده أو كانت هذه القضية قبل القانون الجديد والعقوبة التي تم تغليظها. ولكن خلوني أقرا لكم ماذا قال المستشار وماذا قالت المحكمة في حيثيتها. أولا قالت أن هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها، بأن اعتبار الختان جناية يعني حق الإبلاغ. خلينا نقف هنا، انه بما ان الختان اصبح جنايه فهذا يعني مد حق الابلاغ عن جرائم الختان وتعاقب مرتكبيها من 3 سنوات حتى كانت جنحه الى 10 سنوات كجنايه. خلونا نفهم ماذا يعني ذلك بالنسبه لكل من تعرضوا للختان سابقا، وازاي غلظ المستشار الحكم بهذه الطريقه رغم انه يعني القانون الجديد ما كانش لسه مطبق على هذا الحكم. الاستاذه اميره بهي الدين المحاميه بالنقد، استاذه اميره يعني اولا كيف ترين هذا الحكم؟ أستاذة لميس مساء الخير. مساء. الحقيقة أن هذا الحكم عظيم، هذا الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة حكم عظيم، لأنه من وجهة نظري القانونية رد الأمور لأصلها. الأصل أن جريمة الختان هي جناية إحداث عاهة في جسم الفتاة المجني عليها. لما نرجع لمعنى جريمة إحداث رعاها طبقا للمادة 240 من قانون العقوبات، هنلاقي أن كل من أحدث ضرب أو جرح أو قطع ترتب عليه أن في جزء أو عضو من الجسم فقد منفعته إلى الأبد. وأنا الحقيقة متبنية وجهة النظر دي من فترة تزيد عن 25 سنة، وكتبها في أبحاث منشورة وقدمت إلى مؤتمرات عديدة وقت مناقشة قضية الختان. ليه؟ الفعل الذي يترتب أو ختان البنات هو في حقيقته اعتداء وتشويه للجهاز التناسلي للأنثى المجني عليها، وهو فعل يفقدها منفعة يستحيل عليها استعواضها، وهو فعل أيضا لا يقبل فيه من القانون موافقة الأب. يعني ما فيش أي أب يقدر ياخد قرار يقطع ودن بنته أو يقطع مناخير بنته أو يقطع صوابع بنته ويقول ما هي بنتي ومن حقي، لا، ساعتها القانون هيعاقبه بجناية إحداث رعاها لو عمل الجريمة بنفسه أو لو سمح لطبيب أو ممرض أو قابلة أو غيره أنهم يرتكبوا هذا الفعل. فمحكمة جنايات شبرا الخيمة ردت الأمر لأصله أن فعل الختان الذي جرى مع المجني عليها هو جناية إحداث رعاها، إدى الأب 3 سنين، وشدد العقوبة على على الممرض للحد الأقصى لأنه فعل يعني قام به مع سبق الإصرار والترصد وفعل عمدي. هو أبوها قال له تعالى ارتكب طيب هذه الجريمة وهو وافق وقبل. طب هنا أستاذة أميرة، هنا القاضي المستشار غلظ العقوبة رغم أنه القانون الجديد لا يسري على هذه القضية، القانون لا يسري بأثر رجعي، وهذه القضية قبل تغليظ العقوبة طبعا. فتفسيرك إيه لأن هو غلظ، استخدم سلطاته طبعا وغلظ العقوبة بهذا الشكل؟ أنا متفقة جدا مع السيد المستشار أو دائرة جنايات شبرا الخيمة. أنا الحقيقة ما كنتش محتاجة القانون الجديد، أنا كانت عندي مادة إحداث رعاها
تكفي لعقاب المتهمين في جريمة الختان، فالختان هو أحد أشكال العاهة التي يعاقب عليها المادة 240 من قانون العقوبات. السيد المستشار الجليل وأعضاء الدائرة ما كانوش محتاجين يطبقوا القانون الجديد ولا يسري بأثر رجعي، هم طبقوا قانون العقوبات القانون الأصلي وطبقوه بحذافيره على ما الذي أصاب هذه الفتاة المجني عليها من هذا الفعل. أصابها عاهة بفقد عضو يستحيل استرداده وفقدت منفعته، فهو هنا ما كانش محتاج القانون الجديد، هو طبق القانون الأصلي قانون العقوبات، وهو منح طيب. عظيم. وعايزة أقول لحضرتك أنه الحركة النسائية المصرية والجمعيات وكذا من سنين طويلة مع كل المحاولات لفرض العقوبات على الختان كانت بتقول يا جماعة ببساطة طبقوا مادة جناية إحداث العاهة على الأنثى المجني عليها.